إلى ولاية سطيف، وكما ورد في العناوين رفعت امرأة فرنسية من أصول جزائرية شكوى لطرد 20,000 ساكن بحي في مدينة العلمة بولاية سطيف بحجة أن الأرض ملك لوالدها وتم بيعها بطرق ملتوية. تفاصيل أكثر في تقرير لمراسلنا سمير مخربش. فرنسية من أصل جزائري تهدد بطرد قرابة 20,000 ساكن بحي شعبي بالعلمة بحجة أن البنايات المشيدة بهذه المنطقة ملك لوالدها وتم بيعها بطرق فوضوية. La cité Souamara est connue, je pense, de tous les Algériens et notamment les gens de l'Alma. Elle démarre de Smara et forme un triangle par la route allant à la cité Djemila. Le centre commercial ou la cité commerciale Dubaï fait partie de ces parcelles de terre ayant appartenu à mon grand-père. Toutes ces parcelles ont été vendues Orfi. Les personnes reconnaissent n'avoir pas d'acte. Mon grand-père étant décédé en 62, cela fait plus de 55 ans que des personnes se sont accaparées ces terres, en ont eu l'usufruit, les ont exploitées au détriment des véritables héritiers. المدعية تقول بأن الأراضي التي تقدر مساحتها الإجمالية بحوالي 400 هكتار تم بيعها بطرق ملتوية وبتواطؤ العديد من الجهات. Tous les documents rédigés par des notaires publiés à la conservation foncière sont des documents entachés de faux puisqu'ils font apparaître des ventes et des acquisitions au nom de défunts. هذا الإشكال نقلناه إلى رئيس بلدية العلمة الجديد الذي يقول بالنسبة للبنايات الفوضوية الموجودة بمدينة العلمة واللي تبنات في وقت ما بسبب ظروف ما الكل يعرفها أثناء العشرية السوداء وما تلا ذلك نعتبرهم سكان مدينة العلمة وعندهم حقوقهم كأي ساكن وهذه البنايات راهي تحصيل راهي موجودة وما نقدروش دوك باش واحد يقول لك نريبوا لهم ولا لك لأنها راهي موجودة الناس ساكنة بانية منذ سنوات. القضية تبدو مستحيلة لكن هذه المرأة التي جاءت خصيصا من فرنسا رفعت شكوى إلى العدالة الجزائرية وهي عازمة على استرجاع الأرض مهما كلفها الثمن وتبقى القضية للمتابعة.